الخير واهلا بكم في حلقه جديده من هنا. بصراحه كانت هناك يعني الكثير من التعليقات وردود الفعل على حلقه الاسبوع الماضي التي كانت بعنوان التحرش الجنسي الى متى. ممكن وقت الحلقه النهارده مش هيسمح ان احنا نعلق على هذه التعليقات لان صراحه كان في اكتر من مداخله او تعليق يستحق التوقف عنده، بس ربما يكون قريبا حلقة هنخصصها للرد والتعليق على كل هذه الاستفسارات أو التساؤلات. الفقرة اللي احنا هنقدمها النهاردة في الحلقة تجربة رائعة ومختلفة وتستحق أن نتوقف عندها. الضيف الكريم اللي هيشرفنا بعد لحظات في الاستوديو هو طبيب بشري وحاصل على الماجستير في التغذية العلاجية والتخسيس ويوتيوبر إعلامي، قدر ان هو ينشئ قناة على اليوتيوب، قدرت في وقت قصير نسبيا ان هي تحقق اكتر من مليون مشاركة واكتر من 70 مليون مشاهدة، رقم كبير جدا على الزمن اللي طلعت فيه القناة. بالاضافة للمحتوى القيم الطبي الرائع اللي بيقدمه دكتور في هذه القناة، اللي لفتني هو طريقة تقديم هذا المحتوى. طبعا المحتوى كله خاص بالتخسيس وطرق التخسيس، ممكن صحح معلومات خاطئة كتيرة ممكن تكون راسخة في أذهاننا، لكن الأفضل من هذا المحتوى كمان طريقة التقديم. قدر ان هو يقدم المحتوى الطبي ده بطريقة جذابة جدا، قدر يحقق معادلة صعبة احنا كإعلاميين كتير منا ما قدرناش نحقق المعادلة دي، ان هو يحقق ذكاء الإعلامي في نقل المعلومة مع قيمة المحتوى. محتوى قيم جدا. نسبة كبيرة جدا من المصابين بالسمنة ممكن يكون عندهم احباط او اكتئاب، ده يعني بسبب ظروفهم ان هم ممكن حاسين ان هم مختلفين شوية، السمنة مسببة لهم مشاكل نفسية خاصة في الاناث. لما تكون بنت مثلا صغيرة في السن وحاسة ان هي مليانة او تخينة شوية مش قادرة تحس بنفسها في وسط اصحابها، فده بيديها ضعف في الثقة في النفس. ممكن تكون ست اتأخرت في الزواج لان هي تخينة شوية او الناس اللي حواليها شايفينها تخينة. ممكن سيدة متزوجة ولكن في مشاكل كتيرة جدا بينها وبين زوجها لان هي تخينة وزوجها شايفها مش زي النجمات اللي بيشوفهم في التلفزيون او زي البنات اللي هو شايفهم حواليه في الشغل او في اي مكان، فده بيسبب احباط او اكتئاب. اللي بيتعامل مع هذه الفئه لازم يدرك انه مش شرط بس ان هو يكون طبيب كفء، لازم يكون طبيب بدرجه انسان يقدر يقول بشكل او باخر لهذه الحاله او هذا المريض انه قريب منه، انه صديقه. وده الشيء اللي ادركه الدكتور محمد الغندوري اللي هيكون معانا. قدر يحول الرحلة العلاجية في التخسيس وإن هو ويعالج السمنة إلى رحلة ترفيهية، رحلة سياحية، مغامرة. قدر يغير كتير من المفاهيم الخاطئة في أذهاننا. دايما احنا شايفين إن التخسيس لإما عملية جراحية مؤلمة، لإما جهاز عنيف، لإما رياضة قاسية. لا، بمنتهى البساطة قال لنا أنا ممكن أخس من غير دايت، من غير حرمان من الأكل، من غير رياضة عنيفة، من غير جهاز، من غير عملية جراحية. ومش كده وبس، الموضوع الرئيسي اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ممكن يكون غريب شويه، ازاي الراجل يساعد الست انها تخس. موضوع ممكن يكون اول مره نناقشه، يعني حاجات كتيره انا هفهمها معاكم من خلال الفقره، بس الحاجه الوحيده اللي انا متاكده منها ان الفقره دي ممكن تكون سبب في تغيير حياه ناس كتيره جدا. الخطوه الاولى ممكن تكون في هذه الفقره. بعد الفاصل هنستقبل مع بعض دكتور محمد الغندور، ابقوا معنا. زي ما قلت في المقدمة إن أنا متأكدة إن الفقرة دي هتغير حياة ناس كتيرة جدا، وإن الأول مرة هنتكلم عن التخسيس وهنتكلم عن العلاج بالسمنة باعتباره نزهة، باعتباره رحلة سياحية، باعتباره حاجة جميلة إحنا عايزين نشترك فيها. هيصحابنا في النزهة دي دكتور محمد الغندور، طبيب البشري وماجستير وأخصائي التغذية العلاجية والدايت ومن مشاهير السوشيال ميديا. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا وسهلا فيكي، واهلا وسهلا وفي كل الجمهور اللي قاعد بيتابعنا في دلوقتي في قناه النهار. وعن بجد هنعمل نزهه دلوقتي، هنعمل نزهه والركاب هيكونوا معانا هم الضيوف،
هم المشاهدين واحنا الكباتن هنقود الطياره ان شاء الله. صحيح، انا طبعا متشوقه اشوف كل الحاجات اللي حوالين حضرتك دي ايه ونتكلم عنها، بس في البدايه انا مستغربه ازاي قدرت في الزمن القصير ده انك تحقق 70 اكتر من 70 مليون مشاهد، ازاي تحقق اكتر من مليون مشارك على قناتك مع ان عمر القناه يعني قصير جدا، قدرت ازاي تحقق النجاحات دي؟ اول حاجه بسم الله والصلاه على رسول الله، اشكركم على هذه الاستضافه الحلوه في القناه المميزه في البرنامج المميز، واشكر كل طاقم العمل اللي معانا دلوقتي ان شاء الله وهيكونوا معانا، واشكر كل المتابعين اللي قاعدين بيتابعونا دلوقتي خلف الشاشه الكاميرا. بص، هي انا داخل اليوتيوب هو نزهه، يعني انا حبيت عملي فعملي حبيني سبحان الله، فالجمهور بحس في الناس الصادقه، بحس بالشخص الصادق اللي قدامه. انا كنت اقدم كل حلقه وكل حاجه على اليوتيوب عندي اقدمها بصدق ومحبه، يعني هو المشكله مش في المعلومه، المشكله ازاي تبسط المعلومه، ازاي تكون عندك حاجه حلوه تقدميها للناس بشكل بسيط جدا. يعني انا بقول لهم دايما الرجيم ده مش عقاب، هو عباره عن هو تهذيب مش تعذيب. إذا أنت فهمت إزاي تنحف، إزاي صحتك تكون مناسبة، إحنا بنعمل رجيم ليه؟ عشان ننحف، عشان ننقص وزننا، هتخلي نفسك تحب الدايت وتحب الرجيم، علشان كده الناس الحمد لله في قناة عندي بتنحف كتير بدون ما تحرم صحيح. نفسها. فهو أنا بشتغل على نفسي كتير، باخد دورات كتير، بحب أطور من نفسي، أطلع عليك، أطلع على حد مميز بقدم إزاي، أخد دورات في التدريب، أنا مدرب معتمد، أنا بدرب في التدريب، باخد دورات في الإعلام، في دورات في التقديم، في التنمية البشرية، فكل حاجة فيها ممكن تتطور الفكر، ممكن المشاهد يستمتع فيها، أنا أدخل فيها علشان أقدم حاجة معينة وعشان أستمر في النجاح إن شاء الله. أنت أكيد متفق معايا إن اللي أصعب من النجاح الاستمرار في النجاح. طبعا. يعني أنت بسم الله ما شاء الله يعني يمسك الخشب إن أنت مستمر بنجاح كبير جدا، مش بس على مستوى قناتك على اليوتيوب، لا على مستوى كل القنوات العربية داخل مصر وخارج مصر، على مستوى الوطن العربي وربما أكبر من الوطن العربي وأبعد من حدود الوطن العربي. إزاي قدرت تستمر في هذا النجاح؟ بص، الحمد لله الحمد لله، يعني أنا أشكر كل الناس اللي بتستضيفني، شكرا ليكي طبعا، وشكرا لكل القنوات، لأن أنا دخلت القنوات من أكبر أبوابها الحمد لله. فأي شخص، في أي حد مثلا بيقول لي تفضل معانا في حاجة هنقدمها للجمهور، في حاجة هتكون مميزة للناس اللي احنا بنقدمها، فأنا بكون معهم طبعا. الحمد لله هو الاستمرارية. احنا بنستعرض الصور في فعالياتك اللي موجودة دي، كانت في مهرجان في في, آه. في مستشفى السرطان للأطفال في الأردن. ففي احتفالات، هو كل ما كنت قريبة من الناس كل ما صحيح. كانت المعلومة بتاعتك تدخل بصدق. فأنا اللي بعمله هو بعمل اجتهاد، بعمل دايما بعمل أبديت للمواضيع بتاعتي، بعمل حركات بتاعتي، يعني كل ما كنت أنا بعمل حركات هي ازاي توصل المعلومة بسهولة. هي الفكرة مش انك توصل المعلومة، عايزة توصل المعلومة بخفة بطريقة تثبت في العقل، فكل ما كانت المعلومة كانت حلوة كل ما كانت الأمور كويسة. اشتغلت مع طاقم عمل كبير، عملت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية مع أكبر القنوات، عملت مهرجانات كثيرة، عملت دورات تدريب الحمد لله، والجمهور بيجي ويستمر. فهو طبعا مش سهل الاستمرار، لكن السهل لما انت تكوني حابة اللي انت بتعمليه، فتشتغلي شوي 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 على نفسك لما انت تعملي لنفسك. الأصعب بقى من الاستمرار حب الناس. الحمد لله. يعني انا ملاحظه حتى التعليقات، يعني ممكن انا اجيب فقره وتجيب مليون مشاهده واتنين مليون وتلاته مليون، لكن اللي يكون كل التعليقات حب وثقه وان انت حاصل على هذه المصداقيه الكبيره في كل اللي بيشوفك، دي حاجه صعبه جدا، مش اي حد ممكن يعملها. الحمد لله الحمد لله ربنا يكرمك، انا دلوقتي في ايجيبت، يعني الحمد لله دي حاجه انا بفتخر انه كمان الجمهور المصري حبيني، يعني انا في فتره بسيطه الحمد لله كثير صار عندي قاعده جماهيريه في مصر، في الوطن العربي بشكل كبير، في السعوديه، في العراق، في الجزائر، في تونس، في المغرب، الحمد لله في الكويت، يعني الحمد في الامارات طبعا، ففي مصر طبعا الجمهور في مصر حلو، بيحب الواحد يحب الواحد يدلعه يعني عارفه الحاجه اللي هي البسيطه السهله توصل له على طول. فانا مستمتع لما اكون بين جمهوري في مصر، مستمتع لما يكون المحبه دي الحمد لله موجوده. الحمد لله اليوتيوب الذهبي اللي قدرت انك تاخده. الحمد لله انا وصلت. بص الفضي والذهبي، تخيلي لما يكون شخص قدامك بحبك واحد، فانا دلوقتي الحمد لله بيحبني مليون واحد، وبشترك الحمد لله دلوقتي صاروا مليون و100 الف واحد، ومش في دوله واحده، مش في دوله يعني واحده الحمد يعني لله. يعني الحمد لله الدعوات والندوات اللي بتجيني في الامارات، انا في مهرجان الشرق للطفل دائما موجود، في معرض الدولي للكتاب في الامارات دائما موجود الحمد لله، في القاهره دائما موجود، في برامج الحمد لله، في الاردن انا كنت جاي دلوقتي من الاردن كانت ندوات ودورات الحمد لله، كانت نجاحات كبيره، وبشكر كل الجمهور اللي بيحضر. هو في بعض الجمهور بيقول لك انا طبعا هحضره على اليوتيوب، انزل ليه؟ لا، يكون ينزل ويحجز ويجي وينبسط ويعمل تفاعلات ونعمل طاقه ايجابيه والناس تنبسط، دي احلى حاجه. فالمليون شخص في الدرع الذهبي اللي احنا استفدنا منه ده الحمد لله، ده مليون شخص بيحبك، فبالتالي ان شاء الله احنا مكملين لما نوصل 10 مليون ان شاء الله. طالما بتتكلم بقى على الطاقه الايجابيه في موضوع الحلقه النهارده، يعني كله طاقه ايجابيه، ازاي الراجل يخلي الست تخس؟ الله، منشن حلقات بقى ومنشن وتاج، بص الحلقه دي بعد كده الست هتعمل منشن لجوزها من دلوقتي. انا بقول لك يعني انا بصي
ازاي تخلي الراجل يعمل خسسان لجوزته صح؟ ده شبطه لوحده، دي حاجه لوحدها. هو بصي كل واحد مننا عايز ينحف مظبوط؟ صحيح. لكن الموضوع مش سهل، كل واحد مننا عارف انه عشان تنحف لازم تعمل تقلل السعرات الحراريه وتلعب رياضه، فاهمه؟ وانا فاهم مظبوط؟ هل نحفنا؟ ما نحفناش، ليه؟ لان الموضوع شعره بسيطه، علشان عايزين نقوي العزيمه عندك ازاي تبدا عندك. بص رحله الست مع الدايت رحله حزينه. صحيح. ومين بطلها اللي مزود عليها الكتاب؟ جوزها. زوجها. طبعا زوجها لما هو يعمل لها والله انت بتعملي دايت وعمره ما نفع معاك. انت طب انت بتعملي دايت وماكله خس وخيار ومش عارف ايه، فبالتالي انت ما عمره ما نفع معاكي، فانت بالتالي بتزيدي قهر من زياده من جواكي وتقول والله غير اكل واعنت فيك اكثر. انا عايز اقول لهم اجبروا الخواطر. كل ما كان في جبر للخواطر للمدام بتاعتك هي شريكتك، قول لها انت ما شاء الله تبارك الله انت نحفتي. صحيح. اضحك عليها قول لها نحفتي، تخيلي انت موقف بقول لك انت نحفتي وانت ما نحفتيش، انت من جواك هتعملي ايه؟ طيب انا اتخيل انا اعمل ايه، بس تخيل الراجل ممكن يعمل كده؟ لا في راجل في رجاله بتعمل كده، بس احنا عايزين بص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اوصيكم بالنساء خيرا. بالظبط، حتى لو بالكلمه. بالكلمه مجرد الكلمه مظبوط. خيركم خيركم لاهلي. خلينا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بتعامل مع زوجاته، وعامل زوجتك بالمحبه بالحب، سافر معاها اهديها. بص انا مش لازم كل راجل بالست من ستات بيجي في بيته دائما شايل معاه الطماطم والخيار. طماطم خيار مش عشانها، لا عشان تطبخ له وعشان تطبخ لعياله. عايز اساله سؤال، هي مراتك دلوقتي لما سمنت، هي سمنت بسببك ولا مش بسببك؟ بسببك. هي لما كانت عند مامتها كانت تقولها شاطره يا دودو، انت حلوه يا دودو، نحفانه يا دودو، مظبوط ولا لا؟ دودو اتجوزت وبدت معاها رحله العذاب بقى، والراجل يجيب لها الاكل، مضطره انها تاكل مع ولادها لما يجوا المدارس، مضطره انها تاكل مع جوزها لما يجي من الشغل، مضطره تقامل جوزها في الليل عشان هو عايز يتعشى، دودو عايزه تطلع معاه مضطره انها تاكل معاه. فدودو ما فيش وقت انها تنحف. دودو كم مره خلفت؟ خلفت كتير، ثلاثة وأربعة وخمسة، وكل ما تخلف كل ما بقولوا لها لازم تحملي لازم تاكلي كتير عشان ايه؟ تغذي البيبي. بالزبط. البيبي بيجي ما شاء الله هم يا جمل هم يا جمل، فبتسمن دودو فبتكبر. فالموضوع بيكون اكبر من طاقتها، هي عايزه تنحف، ما فيش حد مش عايز ينحف، بس لكن مع التغيرات اللي حوالينا. بص اقول لك حاجه، في الصين 3 اكس لارج، عندنا ميديوم مظبوط؟ مقاس الصيني انت دلوقتي لما تشتري 3 اكس لارج بيوازي الميديوم عندنا. بيوازي عندنا ميديوم. هم بالنسبه لهم 3 اكس لارج دي اوف دي حاجه كبيره سمنت عندهم في الصين. لكن عندنا دي ميديوم، فهو عباره عن اختلاف ثقافات، هي مش اكثر الاقل. هم زمان في العرب عندنا هو كانت الست المربربه السمينه مزبوط. هي اللي بتتجوز. صحيح. مزبوط، دي اللي باين عليها العز. دلوقتي بعد ما صارت عرضات الازياء وعملوها موضه والنحافه وما النحافه، دلوقتي هي الموضه ايه؟ انه الست لازم تكون نحيفه. لا انا بقول للست ما فيش ست مش حلوه، كل الستات حلوين، والراجل اللي هيطلعك علشان كرشتك احذفيه من شلتك. الله لا عيدها تاني بقى. لا عيدها مره تانية. طيب. الراجل اللي هيطلقك علشان كرشتك كرشك يعني. أيوة. احذفيه من شلتك. مظبوط. يعني بصي ما فيش اي حد في العيله في الكون في اي حد يعمل لك طاقه سلبيه في بيتك. انت عايزك بص احنا دلوقتي انا انفي طويل شعري مش حلو، لا انا عايزك تطلعك الطاقه الايجابيه عندك بنفسك، لانه ما تستنيش حد يقول لك والله انت ما شاء الله حلوه ومحلوه. ما فيش. الزمن اللي احنا فيه للاسف الاغلبيه احباط، لا راجل ولا ست. مظبوط. والله حاجه والله. غريبه جدا. النهارده عملت الحلقه، لا لو شديتي نفسك كده لا ما فيش حد بيقول لك شكرا. صحيح. عايزك تطلعي الطاقه الايجابيه. هتقولي ايه بقى لعلا؟ هقول ان انا جميله جدا. وانت جميله. الله يخليك فرسي. وان انا يعني مبسوطه من نفسي، مش عايز اغير اي حاجه في نفسي، لان انا مبسوطه من شكلي كده، وحاسه ان شكلي مدي احساس بشخصيتي. يا سلام. ومبسوطه كده وعايزه افضل كده. اهم انجازاتك. يا سلام. اهم انجازاتي ان انا عامله شكل مختلف في الاعلام، انا راضيه بيه ما شاء الله، واحنا راضيين فيه ما شاء الله تبارك الله. يعني بصي انت الطاقه الايجابيه اللي انت عملتيها، انت مش مبسوطه دلوقتي وانت بتتكلمي نفسك؟ جدا. تخيل لو انت قلت لك انت نحيفه، انت ما شاء الله عليكي مبدعه وما شاء الله تبارك، ايه اللي هتتولدي؟ انت هتربي ابنك، هتروحي تدرسي الولد بحاجه حلوه، هتعملي للزوج حاجه حلوه. انت المدام والست اسمعوا يا رجاله معلش شوي، الزوجه زي الورده، كل ما تسقيها كلام حب وكلام حلو هي تسمر وعطرها يفوح في البيت. فالعطر لما يفوح في البيت تدلعها تدلعك، تقول لها كلام حلو تقول لها كلام حلو، خيرا تلقى خيرا تعمل خيرا تلقى مع الست. صحيح. مش شرا تلقى. كل ما تعمل حاجة هم صح بعض الأحيان بيزعلوا منك وبيطلعوا من أول للآخر، لا بس لكن خيرا تعمل خيرا تلقى. فاللي صحيح. أنت بتعمل له إياه هي ردة فعل. الست عمرها ما كانت هي طاقة سلبية للي حواليها، انت قلت لها طاقه ايجابيه هي هترد لك طاقه ايجابيه، انت قلت لها طاقه سلبيه هتقول لك طاقه سلبيه. صحيح. انا بقى متشوقه اعرف الجمجمه دي ايه بقى، بتدل على ايه؟
بص الجمجمه دي والمعده دي. والمعده. بص اغلب الناس هم عارفين انه لازم تاكل بيضه مسلوقه الصبح، ولازم تاكل توست بر، ولازم تاكل مش عارف الغداء تاكل 10 معالق باستا وحرمان وحرمان. فالراجل كان ياكل حاجات كبيره وفجاه بدا ياخد حاجه ايه؟ صغيرة. لا انا عايز الراجل اول حاجه عشان يشجع الست بتاعته انها تنحف لازم يمشي معاها. ماشي ليه؟ ازاي تمشي معاها؟ اول حاجه يعني فعلا الرجاله ممكن يكونوا هم سبب السمنه طبعا هم سبب النحافه هم سبب السمنه بالزبط. انت لما تطلع معاها كل يوم في اخر الليل مثلا ساعه بعد الدوام هتنحف ولا مش هتنحف؟ صحيح. انت لما تقول لها ما شاء الله ما شاء الله انت جميله وانت حلوه ولو تنحفي سنه كمان يا سلام على الحلاوه اللي هتطلع منك، هتنحف ولا مش هتنحف؟ صحيح. تعالي نتمشى مع بعض شويه كده بعد الاكل ساعه نغير جو عليكي. انا لما اتسوق اجيب لها الحاجات الدايت، وهي حاجات الدايت اغلى من حاجات عاديه بس مش مشكله. فهمت علي؟ فهو لما يبدا يصر فيها تصدقيني هتفرق معاها وتنحف بشكل مباشر. بص دي المعده وده الدماغ. انا اللي دايما بقوله في حلقاتي على اليوتيوب في البرامج بتاعتي انه المعده مظلومه، مش هي سبب السمنه، هو العقل بتاعنا هو سبب السمنه. اقول لك حاجه، انت في رمضان دلوقتي لما تصومي 8 ساعات او 10 ساعات او 12 ساعه عقلك بيديك اشاره ان هو جعان ولا ما بديش؟ بيدي اشاره ان هو جعان قبل الاذان ب 10 دقائق مثلا. مزبط. صح. بس وكل ما طولت انت صايمه المعده ايه؟ يعني سكته سكته ما بتتكلمش. لما يؤذن سبحان الله اذان المغرب او لما تبدا تشمي المكرونه بالبشاميل وريحه المحاشي هتبدا معدتك تبدا سلسلات اخر 10 دقائق. صحيح. معناته انه الدماغ هو اللي بيطلب ايه؟ الاكل. انت لما تروح الوظيفه دلوقتي بتاعتك 8 ساعات بتطلبي اكل زي ما بتطلبيه في البيت ولا لا؟ صحيح. مين اكثر؟ البيت طبعا. ليه؟ لان قاعده ومستريحه وكل عليك. حاجه حواليا. والصبح ايه اللي كان بيشتغل؟ عقلي. يا سلام عليك. طيب دي حاجه خلاص. اذا المعده ما لهاش دعوه هو عقلك. قبل اقول لك حاجه، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من قبل اتكلم عن الرجيم من زمان ونهانا عن ادخال الطعام على الطعام. ازاي يعني ادخال الطعام على الطعام؟ معناته انا دلوقتي افطرت وشفتك وانت بتاكلي كيكه قدامي، فانا قلت الله نفسي اكل الكيكه. انا دلوقتي خلصت الاكل وقلت نفسي بالكيكه، انا مش جعان بس شفتك اكلت كيكه فحبيت الكيكه. دي معناها الشهيه. الشهيه معناته انت لما تزعلي بتاكلي، لما تفرحي بتاكلي، لما تكوني زعلانه من جوزك بتاكلي. هو الراجل لما يسد شهيه جوزته ودايما يزعلها بتعمل ايه؟ تاكل. المتعه الوحيده تاكل قدامهم، مش عايزه تروح عند بيت اهلها يتشمتوا فيها، مش فهي تضلها تاكل. فبالتالي ادخال الطعام على الطعام، فانا لازم انظم مواعيد وقتي عشان يكون في فطار في غدا في عشاء، وفي وجبات بين الفطار والغدا، والغدا والعشاء في وجبات خفيفه. ولو تقرني الوجبات دي هي 5 وجبات في اغلب انواع الدايت، دي مربوطه مع اوقات الصلوات سبحان الله. الافطار مع صلاه الفجر، الغدا الساعه العصر، الوجبه الخفيفه الظهر، الوجبه مزبوط. الخفيفه من الغدا والعشاء المغرب. مظبوط. والوجبه اللي بقول لك ما تتزوديش عن الساعه 8 هي العشاء. مزبوط. العشاء صلاه العشاء. فبالتالي كل ده موجود علينا. فانا عايز اقول حاجه للناس، انا عايزهم ياكلوا، وهنا بنصح كل الناس لانه في حاجه بتقول لك انا دكتور انا ما باكلش اي حاجه مع ذلك بسمن. في حاجه اسمها قانون المجاعه. الجسم لما يحسك انك انت داخله في مجاعه اي اكله تاخديها يعمل فيها ايه؟ يكمش عليه. بالزبط. فبالتالي تتخني. فبالتالي انا الجوع معناته انك انت اذا ما اكلتيش ممكن تموتي. اللي هو ايه؟ فطار غدا عشاء. طيب. لكن مش عايزين ان نقل في النص. ايه سر الريجيم بتاعك بقى؟ سر الريجيم بتاعي هو بسيط جدا. مفيش اي حاجه ممنوعه، كل حاجه مسموحه. ليه؟ لان انا بخاف على العضو اللي قدامي ده اللي هو الكلى. الكلى. الكلى ده انظمه الكيتو والانظمه الحاجات الكتيره بتقول لك مفيش كربوهيدرات مفيش كله بروتين وبروتين. الناس بتحب ده لانها هي حاجه تقيله، فحابه بتاكل لحمه بتاكل دهن بتاكل اي حاجه ما عندهاش مشكله. لا اعمل كيتو لكن بانظمه معينه. انا النظام بتاعي فيه فيتامينات عشان البشره، في ميه عشان الجلد، في كربوهيدرات عشان الطاقه. ازاي امنع عنك الكربوهيدرات؟ مفيش طاقه. البروتينات. فبالتالي هو عباره عن توزيع. ازاي؟ متى تاكل؟ امتى تاكل؟ هل بتاكل؟ سؤال، هل بتاكل بالشوكه ولا بالسكينه ولا بالمعلقه؟ احيانا كده واحيانا كده. مظبوط. انا في الرجيم بتاعي انا لما اقول لك كلي 8 معالق ولا تاكلي 16 شوكه، مين احسن لك؟ 8 معالق ولا 16 شوكه؟ مين احسن لك انت دلوقتي؟ 8 معالق. 8 معالق ولا ولا في لما احط لك في الجدول في النظام الغذائي خدي 8 معالق او 16 شوكه؟ ما على حسب انا احط قد ايه في الشوكه. يا سلام عليك. فهو يعني 16 شوكه. ليه؟ لانه العقل بيحب ايه؟ الحاجات كده بالظبط. فكل ما كان في تكرار كل ما كانت امورك احسن. طيب اقول لك حاجه ثانيه، انت دلوقتي ده عيش قدامك مظبوط؟ خلاص؟ العيش دلوقتي انا اقول لك ممنوع العيش ولا اقول لك اقسمي العيش نصين؟ صحيح.
مظبوط ولا لا؟ بدل ما تقلي اثنين على بعض، ايه الفايده انك تقلي اثنين مع بعض؟ هيقل سعرات الحراريه اللي موجوده. ده النظام بتاعي، رجيم الغندور هو عباره عن تبسيط انك تفهم الجدول الغذائي مش تحفظه، تفهم ايه يعني كربوهيدرات، هي بطاطا، خبز، مكرونه. فاضل دقيقه على الفقره، فانا عايزه قوي اشوف المتر او الوحده القياس. يا سلام عليك. انا الرجيم بتاعي ما يعتمدش على الميزان، لانه الميزان بيحبط. انك انت ممكن تشوفي مصارع وزنه 200 كيلو لكن جسمه ايه؟ حلو، مظبوط مظبوط، بس لكن تلاقي حد تاني وزنه 200 كيلو لكن كله ايه؟ دهن. فانا بالتالي دايما مع متابعين، هم بيحبوا الحركه دي المتابعين، دايما مع متابعين انا بقول ما تعتمدش على ايه؟ على الميزان. اعتمد على ايه؟ على المقياس، المتر. على المتر، يعني مثلا اقيس وصي كده، لو قال لي يبقى انا كده خسيت، لكن لو على الميزان ممكن يخدع. ممكن تعملي رجيم لمده اسبوع، اسبوعين، ثلاثه، وتلاقي زايده. ليه؟ لانه ده عضل مش دهن. فبالتالي الميزان، الملابس، الحاجات اللي نفسك انت، صاحبتك تقول لك انت نحفانه، جوزك يقول لك انت نحفانه. فانا هنا بقول للرجاله حافظوا على ستاتكم، حبوهم، اطلعوا معاهم، يكونوا انتوا دراعهم، ما تقولهاش انحفي وكده وبس، لا، انت وفر لها سبل التنحيف. صحيح. امشي معاها وكل معاها اكل الخفيف، مش لازم تقول لها اعملي محاشي وهي تشم الريحه. ده احنا طلعنا من الجنه ليه؟ علشان التفاحه، الاكل بالظبط. احنا ما درناش نستحمل، فبالتالي هو الاكل صعب الواحد اللي يسيطر عليه. صحيح. فكون معاها وشد حيلك معاها. هو فعلا الموضوع في المخ مش في المعده. يا سلام. انا عايزه اقول تعليق على حضرتك، بس الاول خلينا اذكر المشاهدين طبعا في قناه اليوتيوب الخاصه بالدكتور محمد الغندور، صفحته الخاصه على الفيسبوك للتواصل مع الدكتور محمد. تصدقني انا حضرتك بتدي طاقه ايجابيه انت مش حاسس بيها، يعني والله بجد انا قعدت مع حضرتك يعني دقائق معدوده، لكن انا حاسه ان انا عندي طاقه ايجابيه وسعيده، ما كنتش داخله بهذا الشكل او بهذه الحاله. اشكرك شكرا جزيلا على هذه الفقره، واشكرك على كل الخير اللي انت بتقدمه للناس، وعلى طاقتك الايجابيه، وعلى ضحكتك، وعلى مساعدتك للناس. اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يكرمك، وانا كنت مبسوط ان اكون معكم الفقره دي، واشكر قناه النهار وكل المتابعين اللي بيتابعوني، ربنا يكرمكم. واي حد يقول انا من طرف علا من المتابعين، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على موقع الالكتروني اللي موجود دلوقتي كمان، الرجيم موجود، دكتور محمد غندور من طرف علا، ان شاء الله احنا مش هنحفظوا بقى الجمله. انا من طرف علا على قناه اليوتيوب او على الفيسبوك، الرقم التليفون او الموقع اللي عايز يتواصل معايا، هتاخد خصم، هتاخد خصم زي الفل، ويعني يعني يؤمرونا امر والله، نقله كبيره في حياتي، حاجه حلوه ان شاء الله. نستناهم في المستشفى التخصصي، وربنا كلمه السر علا علا كلمه السر هنا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الغندور، الطبيب الاعلامي والاختصاص تغذيه وريجيم، ومن مشاهير السوشيال ميديا. اشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل هنتكلم في فقره مهمه جدا، ازاي اختار وحدتي الاداريه والتجاريه في العاصمه الاداريه الجديده، اختارها واستثمر فيها، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. في بداية الفقرة دي أنا حابة أقول معلومة من المطبخ العقاري زي ما بيقولوا. شركة التطوير العقاري أو الاستثمار العقاري اللي ليها باع أو ليها تاريخ أو ليها سابق خبرة في مجال المقاولات بتكون من أهم وأفضل الشركات في مجال التطوير العقاري أو الاستثمار العقاري. هي قادرة أنها تسلم المنتج العقاري أيا كانت الوحدة تجارية، إدارية، طبية أو سكنية على أكفأ شكل، لان هم عارفين يسلموها ازاي. ما بيسلموش الوحده العقاريه لشركه تانية هم مش عارفين مدى كفائتها، وياخدوا المنتج في النهايه وهم مش ضامنينه. فالشركه التي تعمل في مجال المقاولات من اكثر الشركات العقاريه ضمانا. الشركه اللي احنا هنتكلم معاها النهارده من اهم الشركات العقاريه في السوق العقاري، بدات من 2006 لغايه 2012 في مجال المقاولات. بعد ذلك كان لها اسهامات ومشروعات كبيره جدا في مجال التطوير العقاري، خاصه في العاصمه الاداريه الجديده والعالميه. هنلقي الضوء اكتر على هذه الشركه، بس خلوني في البدايه ارحب بضيوفي هنا في الاستوديو. المهندس محمد العاصي، نائب رئيس مجلس اداره شركه البروج مصر، اهلا بحضرتك يا باشمهندس. معنا ايضا الاستاذ كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري بشركه البروج مصر، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. قبل ما نبتدي مع بعض الحوار، كان في فيديو منتشر على السوشيال ميديا للشركه حقق نسبه مشاهده عاليه جدا، كان من التايم سكوير في الولايات المتحده الامريكيه، وكان في تكرار لمشروع معين للشركه 60 بزنس بارك. نشوف الفيديو وبعدين نبدا مع بعض الحوار. I love 60. What is 60? 60 say Batman to your squad for your city. Yeah! 60. 60. I love 60. 60. 60. I love 60. I love 60.
60 is amazing. ارحب بكم من جديد وابدا الحوار مع المهندس محمد، وعايزه اعرف نبذه سريعه عن تاريخ شركه بروج مصر. اولا مساء الخير، برحب بحضرتك. هي شركه البروج مصر فعلا هي شركه بدات تعمل في مجال المقاولات من 2006، وكان ليها اسهامات عديده مع المطورين الكبار اللي موجودين في مصر از مقاول. يعني شاركنا في مشاريع ضخمه كشركة مقاولات. بدأنا نعمل، يعني شأن أي شركة مقاولات هي بتشتغل في السكيلتون الخرساني أو المبنى الخرساني كهيكل، بعدين بتبتدي تخش في أعمال البنية التحتية للمشاريع المختلفة من انفراستراكشرز، سويمينج بولز. مع تكرار المشاريع تشكل لدينا وعي أنه إحنا أوريدي دخلنا في الإلمنتس الصغيرة في المشاريع، سواء هياكل خرسانية أو تشطيبات للواجهات وتشطيبات للمباني من الداخل، كذلك أعمال البنية التحتية. فقلنا واي نوت إن احنا نبتدي نديفلوب ونطور نفسنا، إن احنا نكون مستثمر عقاري يعمل في السوق المصري يعني. فمن بعد الخبرة اللي اكتسبناها من 2006 ل 2012 في مجال المقاولات، قلنا ان الجزء الخاص بالتنفيذ في الموقع احنا متميزين فيه، عايزين نضيف له حاجه تانية تخلي الفاليو اعلى بكتير، وان احنا نطور لنفسنا ونبني لنفسنا. فكان دوت يعني ذريع علينا ان احنا نبتدي ان شاء الله نشتغل في موضوع الاستثمار العقاري. وده كانت رؤيه وتوجه الشركه في الفتره اللي فاتت، انه ازاي نحقق موازنه ما بين الاستثمار العقاري والمقاولات، لانه احنا بنضمن العمل اللي احنا بنشتغل عليه، لان احنا اللي بننفذ كشركه مقاولات، فبنضمن ان احنا هنعمل هاندنج اوفر والليفري للعميل في التايم اللي احنا بنوعد العميل بيه. صحيح. وده كانت البدايه لينا كشركه البروج مصر. احنا طبعا عايزين نسال عن توجه الشركه ورؤيتها في الفتره القادمه، يعني هرجع لحضرتك اسال النقطه دي، بس خليني اسال الاستاذ كريم عن مشروع بزنس 60 بزنس بارك، يعني وحدات تجارية طبية إدارية في العاصمة الإدارية الجديدة. إحنا دلوقتي محتاجين ده، بس عايزين بقى نتكلم مع العملاء التوجه بقى في الاستثمار والشراء للوحدات التجارية والإدارية في هذا المشروع. خلينا في الأول نتكلم عن موقع هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة. والحقيقة طبعا إحنا كشركة البروج مصر، يمكن الحاجات اللي يعني كل مشروع بنحاول إن إحنا نبتدي ننزل بيه في السوق المصري، مختلفين شوية، إن إحنا بنشوف العملاء محتاجة إيه الأول، ودي أكتر حاجة يعني طول ما أنا بقعد مكان العميل بساعده كمان في ان هو يبقى اختياره ناجح. الاداري والتجاري والطبي دي احتياجات موجوده جدا، تقريبا الكثافه الخدميه عندنا اقل من الكثافه السكانيه، يعني الكثافه السكانيه عندنا عاليه جدا فمحتاجه خدمات. الخدمات دي طبعا من ناحيه التجاري والطبي والاداري، بس طبعا عشان احنا ننجح في ده لازم رقم واحد الموقع، لوكيشن. يعني دايما الاداري والتجاري والطبي لما يكون عنوان، اولا بيحقق عائد سريع جدا، وكل ما الموقع بيكون مميز بيساعد العميل ان هو يكسب كويس جدا، او لو هو في مكانه بيبقى عنوان، ده بيساعده طبعا ان هو حتى لو عنده مطعم او عنده كافيه او لو عنده شركته لو عنده عيادته، طول ما يكون الموقع مميز بيبقى شرحه لعميله بيبقى سهل جدا. فاحنا كشركه البروج دايما ما بناخدش غير برايم لوكيشن، يعني كل فكرنا دايما لما بنخش مشروع لازم يكون موقع مميز جدا. فالحقيقه احنا موقعنا مميز لان احنا موقعنا في اول شريان للحياه في العاصمه الاداريه، احنا امام وزاره الماليه مباشره، طبعا امامنا على طول طبعا وزاره الماليه، وبعد كده عندنا وزاره الكهرباء ووزاره البترول، بلس كمان ان المبنى نفسه كمان هو الشارع الرئيسي للبنوك، وده حي المال والاعمال، حي المال كمان جنبي على طول مجموعه البنوك كلها الفروع الرئيسيه بتاعتها، بلس ان انا قدامي اكبر مجمع سينمات واكبر كمان مكتبه. وطبعا احنا عارفين العاصمه الاداريه مبنيه بفكره ما هو اكبر، لان طبعا ده من حيث ما انتهى كل التفكير بره، يعني النهارده عشان انا اكمل وابقى متطور لازم ابدا من حيث ما انتهى الاخرون. فالعاصمه الاداريه مبنيه بالفكر ده. فالحقيقه طبعا الموقع بتاعنا المميز ده ساعدنا في ان احنا، يعني احنا المفروض عندنا اللونش بتاعنا يوم 22/2، احنا قبل اللونش لسه يا دوبك بقى لنا 15 يوم تقريبا، ومحققين مبيعات معديه 400 مليون، فده راجع ان اللوكيشن مميز جدا. فطبعا ده اول حاجه في 60 بيزنس بارك، اساس اي حاجه الموقع. ديستنيشن بالظبط.
الحاجة طبعا التانية والتميز الأكتر إن إحنا اتعاقدنا مع شركة أركان، هي طبعا اللي عملت التصميم اللي فيه إبداع شوية، حققنا حاجة مختلفة. إحنا شفنا إن الفترة اللي فاتت إن المساحات الصغيرة هي المطلوبة، فالمشروع اسمه من الحقيقة هو مشروع 60. كنت هسأل جاي منين 60؟ بالظبط هو 60 متر، ف 60 متر فيما أقل كمان. عندنا نقدر النهارده في عملاء بقت تغير الفكر بتاعها دلوقتي في ان هي تشتري عياده او تشتري مقر اداري او تشتري حاجه تجاريه وتقول ان العائد الايجار بتاعها ده هيخليني اعيش في احسن مكان في مصر، لان النهارده العائد اللي بيجي بالنسبه للحاجات الاداريه او التجاريه او الطبيه بيبقى اكبر بكتير من العائد السكني. فبدل من هو يقدر ياخد شقه مثلا 100 متر، يقدر بالعائد الايجار اللي هيجيله ممكن يعيش في شقه 300 400 متر. مظبوط. دي تقريبا المشاهد او الفيديو من ارض الواقع. بالظبط ده الـ احنا كمان ابتدينا نشتغل في الموقع دلوقتي اهو. وبص حضرتك مبنى احنا حاضنين كل الوزارات، ال 150 الف موظف اللي هيتم انتقالهم ان شاء الله في شهر 6. كل دول انا زي ما بقولوا في اول شريان للحياه في العاصمه الاداريه. بلس كمان هتلاقي حضرتك في مباني هي على الشمال على طول، دي المقرات الرئاسيه للبنوك. فطبعا الشريان الحياه ده العدد اللي هيبقى موجود من شهر 6 الجاي ده هيبقى انا الوحيد اللي من الناس اللي بتخدم على كل الناس دي كلها. فبالتالي هو موقع مميز جدا، والحقيقه شركه البروش حقيقي شركتنا نجحت في ان هي تختار لوكيشن انا شايف ان هو من اميز المواقع اللي موجوده دلوقتي في العاصمه الاداريه. اعتقد الموقع ده فيه كمان اعلى برج على مستوى الشرق الاوسط. بالزبط. في نفس المنطقه. لا هو يعني هو فيه تاورز بس مش هنا. في مكان تاني. ولكن طبعا انت عندك هو كمان في البنك المركزي وفي عند حضرتك مجلس الشعب ومبنى مجلس الوزراء. لا المنطقه هيبقى فيها ترافيك غير طبيعي. بالزبط. وهي هي وسط بلد الجديده. تمام. السؤال بقى يا باشمهندس محمد ان هو انا ممكن اتعاقد وان انا اخد مثلا وحدات في هذا المشروع، في تخوف كبير جدا من العملاء بقى في مواعيد التسليم، ازاي شركه البروش بتتعاقد مع العملاء وبتضمن ان هي تسلم الوحدات في مواعيدها بدون اي مشاكل بدون اي مخالفه للمواصفات المتفق عليها؟ هو يمكن المشاريع زي ما بقول ان احنا بنختارها بتكون ليها اسس في الاختيار. رقم واحد احنا بنفضل دايما في المشاريع اللي احنا بندخل فيها بتكون مشاريع مع الدولة، يعني قطعة الأرض دي اللي احنا واخدينها ده مشروع قومي اللي انا بعتبره الحي الحكومي والحي المالي من المشاريع القومية. المشاريع دي زي ما هي ممتازة في انك انت بتحقق ليكي كريدت مع العملاء، بس في نفس الوقت بتديك التزام في جدول زمني. انت عليكي على رقبتك سيف انك تلتزمي بالجدول الزمني، لانه مش معقول يبقى حي حكومي وحي مالي هيفتح ان شاء الله في منطقه زي دي وتبقى لسه في شركات متعثره في الانشاءات او متعثره في المباني، ده غير وارد بالمره. لا احنا الحمد لله يمكن بدانا قبل المشروع دوت بمشروع في العاصمه الاداريه اسمه اويا، ده منتجع او كومباوند كوزي كومباوند على مساحه 35 فدان، ومحققين معدلات تنفيذ سريعه جدا ومطابقه للجدول الزمني اللي احنا حطيناه واللي اعتمدناه من شركه العاصمه الاداريه، وماشيين وفق تدفقات نقديه معمول عليها كنترول مظبوط. فده بيدينا كريدت ومصداقيه جدا انه احنا نسلم المشاريع في الوقت المحدد. وزي ما قلت لك البناليتيز اللي محطوطه على الشركات العقاريه اللي دخلت في العاصمه الاداريه يعني يمكن متعسفة، واحنا مبسوطين بده لانه بيلزمك انك تنفذي في فترة زمنية محددة، ولو ما نفذتيش في الفترة ديت وفق الجدول الزمني بتقع عليكي غرامات. يعني مش عايز اقول لك التعاقد عامل ازاي، يعني very aggressive. بس احنا مبسوطين لانه في الاخر هنسلم للعميل الحاجة كما تم الاتفاق عليها. بيديك وانتو نوع من انواع الالتزام وبيدي العميل نوع من انواع الثقة يعني والامان والضمان. طبعا النهارده العميل لما بيجي يتعاقد معاكي ما بيسألكيش على تسلسل ملكية قطعة الأرض، لأن هو عارف مين السورس، أنت واخدها من البلد. أيوة. من الدولة نفسها. صحيح. فده بيدي مصداقية عالية جدا، غير أنه لو في مشاريع أخرى بتلاقي تسلسل ملكية أرض عليها حصانة قضائية أو أرض عليها حراسة قضائية أو مشاكل أو وضع يد، كل الكلام ده خلاص منتهي. صحيح. احنا بنركز في كور البيزنس اللي هو هنبتدي امتى هنخلص امتى والمراحل تمشي ازاي. صحيح. استاذ كريم كان ليك تصريح مهم جدا ان المشروعات الخدميه بتكون الاقل عرضا والاكثر طلبا، صحيح؟ اكيد طبعا.
زي ما قلت حضرتك طبعا احنا عندنا حوالي 100 مليون، احنا الكثافه السكانيه عندنا عاليه طبعا. فاحنا محتاجين كثافه، محتاجين بقى كثافه خدميه، ويمكن ده تم تنظيمه حقيقي بشكل انا شايفه ممتاز جدا في العاصمه الاداريه، انه عملوا مناطق خدميه كتير جدا تقدر تساعد الكثافه اللي موجوده. العاصمه هيبقى فيها حوالي تقريبا من 18 مليون نسمه لحد 40 مليون نسمه هيعيشوا في العاصمه الاداريه. مظبوط. فطبعا توفير الكثافه الخدميه دي مهمه جدا، عشان كده في كل زون موجود في العاصمه الاداريه هتلاقي فيه، هيبقى فيه اماكن تجاريه واداريه وطبيه وترفيهيه وتعليميه، فده مساعدنا جدا في ان احنا نحقق كل احتياجاتنا ويكون قريبه مننا مش بعيده عننا. وده شيء مهم جدا. تمام. ويمكن كمان الحاجه الاهم في سيكست بزنس بارك بقى، ان احنا اول مول اداري تجاري طبي يبقى ليه وجهتين مش وجهه واحده. وطبعا حضرتك يمكن ممكن اندهشت شويه في وحده الوجهتين، لان تميز الموقع خلانا عندنا فيو على الشارع الرئيسي امام اكبر مجمع سينمات ومكتبه كمان، وكمان في واجهه على اكبر برك مساحتها 32 الف متر وفيها ممشى كمان سياحي. فاصبح التنوع ده بيساعد العميل كمان في الاختيار، هل يبقى قدام البارك او قدام الشارع او امام، دايما الناس بتحب تاخد بالظبط. بلس كمان ان احنا اول برضو نجحنا في ان احنا ان نعمل ثلاث مباني في مبنى واحد. احنا دلوقتي النهارده في مبنى تجاري بيبقى ارضي واول، اوكي، وده في بقى مجموعه المطاعم، كمان في مبنى بيبقى اداري بمدخل خاص، وفي الناحيه الثانيه مبنى طبي بمدخل خاص. المبنيين دول ارتبطوا بكوبري، تمام، ما بينهم وبعض. الشكل المعماري طبعا انا شايف في المنطقه دي مهم جدا، لان انا بحافظ على التطور اللي بتعمله الدوله. طول ما هم كمان الدوله متطوره، فانا بطور بنفس الشكل اللي يليق بالمنظر الجمالي اللي موجود. ويمكن انا يعني دايما اقولها، انا مهتم جدا ان كل الناس تروح تتفرج على الحي المالي. مظبوط. وطبعا في النهايه هو براند للشركه. بالزبط. هو فاضل اقل من دقيقه، فعايزه برضو ما الفقره ما تخلصش من غير ما نلقي الضوء على المشروع في مدينه العالمين. احنا زي ما قلت لك توجه الشركه فعلا في الفتره اللي جايه ان هي تستثمر في مشروعات قوميه الدوله بتايدها وبتسندها. احنا ان شاء الله النكست ستيب لينا ان شاء الله بندرس مشروع على مساحه 80 فدان في مدينه العالمين، ومشروع اخر في الساحل الشمالي. بنفاضل بين المشروعين في الوقت الحالي، وبنعمل الدراسات، لان احنا قبل ما بنخش اي مشروع لازم نعمل الدراسات المبدئيه ليه من جميع الاتجاهات، وشغالين عليها دلوقتي، واصلين لمرحله كويسه جدا، نسبه 90% خلصنا الرسومات الماستر بلان للمشروع الجديد، وشغالين على تقسيم الوحدات والاستخدامات اللي فيها. فان شاء الله يعني تكون الفتره القريبه كده نعلن عنها باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. وانا اتمنى ان يكون في فقره اخرى ان احنا نتكلم فيه عن المشروع الجديد. اشكركم، شكرا جزيلا. شكرا. مهندس محمد العاصي نائب رئيس مجلس اداره شركه البروج مصر، والاستاذ كريم مأمون رئيس القطاع التجاري بشركه البروج مصر، اشكركم، شكرا جزيلا. شكرا. فاصل ونستكمل حلقه.